السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طفولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام في بني سعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع ابن حليمة السعدية أخوه من الرضاعة، وفجأة وقع أمر عظيم، حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل أنبياءه مبشرين ومنذرين أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم، وقد كان خاتمهم سيد الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للناس كافة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. والآية التي تدل على هذه الحادثة هي مطلع سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، صدق الله العظيم. فهذه المعجزة التي وقعت له أكثر من مرة جاءت لتنقية قلبه الشريف وتطهيره من وساويس الشيطان، وقد أثر ذلك على طفولته وشبابه، فلم يرتكب إثما ولم يسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قريش. وقد كانت أيضا هذه الحادثة بمثابة الإعداد الإلهي للنبوة وتهيئته لتحمل الرسالة، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، صدق الله العظيم. وقد رويت هذه الحادثة بعدة روايات عن عدد من الصحابة بروايات صحيحة وأخرى روايات تقوي بعضها بعضا، نذكر منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته حليمة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي وجهه مصفر. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، رواه مسلم. وفي حديث آخر يروى أن رجلا قال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكث عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهواه؟ قال الآخر نعم، فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتيني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال ائتيني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال ائتيني بالسكينة، فدراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه حصه بمعنى خطه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة، ثم قال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، قال صلى الله عليه وسلم فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا وتركاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت علي أن يكون قد التبس بي، قالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أو أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك أي لم يرعبها ما حدث، فقالت إني رأيت حين خرج مني
نورا أضاءت منه قصور الشام، بمعنى أنه لما علمت حليمة السعدية بما حصل قامت بإرجاع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه في مكة خوفا عليه، لكن آمنة بنت وهب طمأنتها وأخبرتها أنها عندما كانت حاملا خرج منها نور أضاء قصور الشام، وبالتالي علمت أن ابنها محمدا عليه الصلاة والسلام سيكون ذو شأن عظيم، فعادت به حليمة السعدية مطمئنة البال وظل معها حتى بلغ من العمر 5 سنين. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه أي أغلقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. رواه البخاري. وبعد أن تطرقنا لهذه الأحاديث أود القول أنه صحيح، قد اختلف أهل العلم في عدد مرات شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال شق مرة واحدة وهو في بني سعد لما كان عند مرضعته حليمة السعدية، ومنهم من قال أنه شق مرتين أي مرة أخرى وقت الإسراء، ومنهم من قال المرة الثالثة وهو في غار حراء، ومنهم من قال المرة الرابعة وهو ابن 10 سنين. المهم أن الغاية من هذه الحادثة العظيمة أنه يجب التسليم والإيمان بها دون الطعن في حقيقتها والتصديق بالقدرة المطلقة لله الواحد الأحد، فلا شيء مستحيل على الله. فإذا كان الأطباء الجراحون اليوم يستطيعون القيام بشق صدر المريض واستخراج قلبه لعلاجه دون أن يموت، فلله المثل الأعلى وهو على كل شيء قدير.